السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديد. وما ننساش نقول لكم بربع عواشركم، بربع عليكم هذا الشهر الكريم وهاد العشر الايام المباركه. ما تنسوش فيها الذكر، ما تنسوش فيها الدعاء. نذكركم فان الذكرى تنفع المؤمنين، ما تنسوش كذلك تدعيوا معايا وندعي معكم. الله يحفظكم والهلا يخطيكم. ونبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم. غادي نشارك معكم واحد الراندا اللي كتجي على طول البياسه بسته ديال الغريزات، راندا اللي زوينه وهكا كتجي رائعه في الشكل ديالها. غادي نطرزوها من الفوق، واحد الطريزه اللي خفيفه وسهله. هنايا خدمت انايا 6 ديال الغريزات، خدمت 7 ديال السنتيم، وغادي نبدا الشكل الاخر. يعني غندير 7 ديال السنتيم هكا سامبل اللي غادي نطرزها، و7 سنتيم غنديرها في شكل اخر اللي ما غاديش تزوق، كتخدم يعني في الزواق في الخدمه ديالها. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا انكم تستافدوا منه وتفهموا الشرح وتطبقوها. علاش لا؟ هنايا احتاجت الحرير اللي مبروم على 3 ديال الشعرات، والبره دائما 5 اولا 6 اللي كنخدموا بها الراندا. وما تنساوش البنات، الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه تابونا وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم اي فيديو جديد كنحط. ما تنساوش كذلك اللايكات. هنايا نتوما نرجع الغريزه الاولى، الغريزه الثانيه، الغريزه الثالثه. من طبيعه الحال البنات هنايا انا بديت من الفوق، يعني غتخليو 5 اولا 6 ديال السنتيم في فتحه العنق. عاده كتبداو هاد الراندا كتبداوها من الفوق ماشي من التحت. هنايا كما قلنا 1 2 3 4 5 6، نشد في الثوب. ودابا غادي نخلي هاد الغريزه هادي ونشد في الغريزه الثانيه، وغادي نخدم الغريزه الثالثه، الغريزه الرابعه، وغادي نخلي هذه اللي ما قبل الاخيره ونشد في الاخرى. ندير عوينه، يعني عوينه في الاول وعوينه في الاخر. نشد في الثوب، غادي نرجع اول عوينه غادي نعمرو فيها جوج ديال الغريزات، الغريزه الاولى وهالغريزه الثانيه. نشد في الغرز اللي عندي الوسط، وغادي نجي للعوينه اللي من هنايا حتى هي غادي نعمر فيها جوج ديال الغريزات. نشد في الثوب وغادي نرجع الغرزه الاولى، الغريزه الثانيه، غادي نخلي دابا هاد الغريزه هادي ونشد في هادي، يعني غادي ندير عوينه الوسط ونخدم الغريزات الاخرين عادي. نشد في الثوب، ودابا غادي نغطي هاد الغرز اللي عندي بغريزه نيتا البنات ماشي حبكه. نخلي الخيط بشكل غرزه وغادي ندخل البره في هاد العوينه، وغادي ندير جوج ديال الغريزات، واحد ها جوج. غنجي مباشره للعوينه نعمرو فيها حتى هي جوج ديال الغريزات. نجي ثاني لهاد العوينه نغطيها بجوج ديال الغريزات، ها الغريزه الثانيه، ونشد في الثوب، نقطع هاد الخيط. وغادي نجي دابا مباشره غادي ندير عوينه، يعني غنخلي هاد الغريزات باش غلفت، وغادي نجي نشد في هاد الغريزه اللي هنايا. ومن طبيعه الحال هنايا غادي نشدو في الغرز اللي عندنا الوسط. ضربنا الغرزه الاولى، ها الغريزه الثانيه، وهي بقى عندنا غريزه هنا، يعني ثلاثه الغرزات الوسط. وعاوتاني غادي نخليو هاد الغريزات باش غلفنا هاد العوينه، وغادي نجي نشد في اخر غرزه. نشد في الثوب والعوينه غادي نعمر فيها جوج الغرزات. راه ساهله البنات، غير ركزوا غتجيكم ساهله. هنا بالنسبه لهاد الراندا هادي
غادي نخلي الخيط بشكل غرزه وغادي نغلفها بحال هاد الاولين، يعني غندخل البره هنا وغادي نغلف هاد العوينه اولا هاد الغريزات، ندخل البره في العوينه الغريزات الثانيه وغادي نجي مباشره للعوينه هنايا نعمرو فيها جوج الغرزات، نشد في الثوب. دابا غادي نشد الغريزه الاولى الغريزه الثانيه وغادي ندير عوينه، يعني غنخلي هاد الغريزات اللي هنايا اللي غلفنا بهم في هاد العوينه وغادي نشدو في هاد الغريزه اللي من الجهه الاخرى، نشد في هاد الغرز اللي عندي هنايا جوج نشد في الثوب. ودابا غادي نغلف، يعني نفس كتعاود نفس الشيء، غادي ندخل البره هنا وغادي نغلف هاد الغرز بجوج غريزات، ها الغرزه الاولى ها الغريزه الثانيه، العوينه كنعمرو فيها جوج الغرزات، عاوتاني هادي كنغلفوها بجوج الغريزات ماشي حبكه جوج الغريزات، صعيبه غير بدي البنات غير ركزوا غتجيكم ساهله. دابا ثاني هنايا ملي كنغلفوا فوق التغلاف كنديروا عوينه، وهنايا كيبقاو لينا الوسط ثلاثه ديال الغريزات، غريزه من هاد الجهه وغريزه من هاد الجهه وغريزه اللي الوسط، عاوتاني هنايا مغلفين يعني غنجيو نشدو اخر غرزه، نشد في الثوب. ودابا العوينات كنعمرو فيهم جوج الغريزات، وهنايا كاينين عندنا جوج الغرزات معاودين يعني صافي خاصنا نغلفو، وهنا عوينه خاصنا نعمرو فيها جوج الغرزات، شفتوها هو بدا كيبان الشكل ديالها، نشد في الثوب. انا رفيت اللي شاركت معكم البنات باربعه الغريزات ولكن ماشي هي كتبان تقريبا بحالها ولكن ماشي نفس الخدمه. دابا هنا غنشد الغرزه الاولى الغرزه الثانيه ومغلفين الوسط، اذا الوسط خاصها تكون عندنا عوينه، ونشدو في الغرز الاخرين عادي، نشد في الثوب. ودابا غادي نغلفو، ملي كنمشيو ونجيو صافي خاصنا كنغلفو بجوج الغريزات من الفوق، هنا عندنا عوينه الوسط غنعمرو فيها جوج الغرزات، كنبقاو خدامين بسته ديال الغريزات، ما كنزيدو ما كننقصو، غير مره كنغلفو مره كنديرو عوينه. هنا غادي نجي ثاني نغلف بجوج ديال الغريزات، هاد الخيط قصار غندخلو هنايا ونجيب خيط اخر. شوفوا كيفاش كتجي، غادي ندير الخيط الاخر، غادي نجي هنايا مباشره ندير عوينه وغادي نشد في الغرزه اللي هنايا وسط هاد العوينه وهاد الغريزه وندير ثاني عوينه، مره كيكونوا العوينات في الجناب مره عوينه الوسط، بحال هكا كتمشي الخدمه، يعني على شحال ما بغيتوا تخدموا نتوما. انا دابا غندير هنايا سبعه سبعه، يعني سبعه راندا سامبل وسبعه هكا راندا اللي كتكون مزوقه فيها بنفس الخدمه، يعني نتوما كيبقى لكم اختيار شحال بغيتوا ديروا. صافي هنايا كنرجع العوينات كنعمر فيهم جوج الغريزات، هذه اللي مشينا فيها وجينا بالغريزات غادي نغلفوها بغرز ماشي بحبكه، غادي ندخل البره في العوينه وغادي نغلف هاد الغرزه الاولى الغريزه الثانيه والعوينه كنعمرو فيها جوج ديال الغرزات، صافي ونكمل بهذا الشكل هذا. صافي كتخدموا بهذا الشكل هذا البنات، ها نتوما هنايا من بعد ما خدمت انا راه باقي ما كملتش الجلابه كامله، كتجي بهذا الشكل هذا. هنايا باقي غادي نزوق هاد البلاصه هذه غير هكا زواق خفيف برباطي طرز رباطي فوق الراندا، المهم زواق خفيف. الا بغيتو نشاركو معكم فخليو ليا في الفيديو الجاي ان شاء الله نشارك معكم طريقه الزواق. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا فهمتوا واستفدتوا، ما تبخلوش عيال البنات باللايكات ديالكم وشكرا لكم، نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.